الفصل الأول تحدث الفصل الأول الصيغة النهائية تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وقتية مستقلة تشرف على شؤون القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء تسمى الهيئة الوقتية للقضاء ويشار إليها في هذا القانون بعبارة الهيئة. شكرا. أعطيونا قبل التصويت انزلوا على الأزرار متاعكم لتأكيد الحضور. تفضلوا. ما سمعتش. تفضل السيد الكلمة للسيد الحبيب خضر. سيد رئيس كنا نصوت منذ دقيقة تقريبا على إضافة عبارة مستقلة ولم تحظى بالقبول وتليت في النص. لا 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 توليت في النص في الفقرة الأولى لكن مش في تسمية الهيئة. التعديل كان يطلب أن توضع من جديد في اسم الهيئة. لهذا يجدر أن تعيد التلاوة باش نبدو عارفين على شنو صوت. عاود لنا التلاوة وخاصة عملوا لنا ساعة قبل التصويت أكدوا لنا على الحضور. أقرأ لنا مرة أخرى الفصل. وبالله كل واحد في مكانه. تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وقتية مستقلة تشرف على شؤون القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء تسمى الهيئة الوقتية للقضاء ويشار إليها في هذا القانون بعبارة الهيئة. شكرا. طيب أعطيونا الحضور 10 ثواني. الحضور 176. إن شاء الله كلكم سجلتوا الحضور. الآن نمر على إلى التصويت على الفصل الأول. انتهى التصويت. التصويت انتهى ورفض الفصل الأول.